البعض بيتوقع ان المعروضات المصريه الموجوده في المتاحف لا تسترد. في حاجات احنا كان عندنا برضو لازم الناس تعرف ان كان في قوانين بتسمح بتجاره الاثار. قوانين كان في قانون 1912 وده كان بيسموه قانون الاسم، وكان بيسمح باقتسام الاثار ما بين البعثات العامله في مصر في ذلك الوقت ومع الحكومه المصريه، وفي قانون 1951 وده كان بيسمح بتجاره الاثار ولكن باوراق من الحكومه المصريه وشهادات تصدير. ثم جاء قانون 1983 والتشريعات اللي احنا الحمد لله وزاره الاثار لا تألو جهدا مع كافه الجهات على تعديل تشريعي، يعني احنا تم تعديل القانون الاثار في 2010 لتغليظ العقوبات، تم تعديله في 2018 وتم تعديله في 2021. يعني قبل 51 كان مشروع، كان مشروع بعثات اثريه بتقاسم او ان في قطع اثريه بتجاره. كانت تجاره الاثار زي ما صور قديمه كده قدام الفنادق والكلام ده، بازارات كانت بتبيع قطع حقيقي. طبعا، وده مش كانش موجود في مصر، كان موجود في مصر وكان موجود في بلاد كتير، كان بلاد تراثيه كان تجاره الاثار كان مسموح بيها زي ما زي في بلاد لحد دلوقتي فيها تجاره الاثار مشروعه. لو الاثر اللي موجود في اي متحف مثلا، لو الاثر ده مثلا ما هواش مسجل او ما هواش ليه وثيقه خروج من مصر، فبالتالي يحق لينا استرداده. طبعا. انا معلش بالزملاء مشكورين، يعني جابوا لي هنا بعض من القطع، كان يمكن الصوره اللي قبلها كانت موميا معروضه اهي. دي ده مثلا ده اكتر من سنه، دي تعود تقريبا ل 1800 وحاجه و20، ده اكتر من 200 سنه. من 200 سنه. كان الصوره دي جت ازاي يعني؟ كان في ناس زمان، كان زي ما بقول لسيادتك، كانت تجاره الاثار كانت تجاره مشروعه. كان في ناس بتتاجر في الاثار، وكان في ناس طبعا كان بيتم تهريب. كان في حاجات كتير، قوانين كانت موجوده كانت بتسمح بذلك، ولكن الحمد لله زي ما بيقولوا ان تاتي متاخرا خيرا ان لا تاتي ابدا. أكيد. مصر قدرت في وقت قصير جدا ان احنا بعد ما تعدل القانون وتعدل اكثر من مره، لو قلت لسيادتك التعديلات احنا عدلناه، اتعمل في 1983، تعدل في 2010 وتم تغليظ العقوبات، تعدل في 2018 وكمان في 2020. ده تعديلات كانت دايما كلها بنحاول ان احنا نقفل الدايره كامل، وان يبقى تغليظ العقوبات على تهريب الاثار او الاتجار بها او العبث في الاثار بصفه عامه. اقصى عقوبه وصلت لايه؟ هي وصلت العقوبه دلوقتي للمؤبد تقريبا. المؤبد طبعا، يعني زي تجاره المخدرات. ده تجاره المخدرات. عشان بنسمع الناس مش عارف بينقبوا، واللي في يمكن قضيه كانت يمكن من شهر ناس بتنقب وفي الجيزه والامن وصلهم وهم بينقبوا. احنا بنحاول كمان ان احنا نوصل الوعي الاثري، الوعي الاثري ده مهم جدا، والوعي بصفه عامه بان الاثار هي ملك للشعب المصري كله، والحكومه بتعمل على عوده الاثار دي عشان تكون كمان مش بس لاولادنا واحفادنا زي ما سابوها لنا اجدادنا. احنا بنحاول نحافظ عليها، بنحاول نزود الثروه دي، بنحاول نرجع كل قطع اثريه خرجت بطريقه غير شرعيه نرجعها تاني عشان ده ارث للشعب المصري كله. فالحمد لله نجحنا في الفتره الاخيره زي ما قلت لسيادتك في استرداد عدد كبير جدا من القطع الاثريه ومن دول مختلفه. ده ساهم كتير في ان احنا عندنا متاحف معروضه في المتاحف. لو حضرتك رحت متحف الحضاره هتلاقي تابوت الذهب بتاع نجم عنخ اللي راجع من الولايات المتحده الامريكيه. في الهيكل العظمي لاول انسان عاش على ارض مصر بيعود الى 36000 سنه قبل الميلاد، يعرف باسم هيكل نزله خاطر. لو حضرتك رحت متحف الغردقه ومتحف شرم الشيخ ومتحف الاقصر فيهم اثار مستردة، وده بيدينا تشجيع وحافز دايما ان احنا بنحاول اي قضيه نشتغل فيها ان احنا الحمد لله ربنا يكلل جهودنا بالنجاح وجهود الدوله المصريه كلها في استرداد الاثار المهربه.